مطالب وآمال متعددة يعلقها المواطن على الحكومة بتشكيلها الجديد بمختلف أنحاء الجمهورية. نستمع إلى عدد منها من قلب الشارع المصري. نأمل يعني في تشكيل الحكومة الجديدة، بنبارك تشكيل وخطوات تشكيل الحكومة الجديدة إن شاء الله. يعني محافظة مطروح في احتياج كتير لبعض الخدمات وفي قصور في الخدمات. أتمنى اكتمال المشروعات القومية جاري تنفيذها على أرض مطروح. أتمنى مزيد من المشروعات اللي تخدم أبناء مطروح وشعب مطروح. مطروح تحتاج لكثير من الطلبات والخدمات. وأتمنى بالنسبة لمحافظة مطروح إن الوزارة الجديدة تهتم بها وتديها مزيد من الاهتمام كما طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأشعرنا إن محافظة مطروح من المحافظات اللي لم تعد مهمشة وإن هي في قلب الوطن وقلب الخطط اللي بتعد من أجل ازدهار الدولة. أتمنى إن هي تمد الحكومة الجديدة إن شاء الله استمرار المشروعات القومية المقامة على أرض المحافظة، لأن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مشاريع قومية كبيرة على أرض مطروح، سواء ميناء جرجوب اللي أدت فرص عمل للشباب، فنرد الاهتمام وسرعة الانتهاء من الميناء، رأس الحكمة والمشاريع اللي قائمة عليها وزيادة فرص العمل للشباب. للتعليم احنا عايزين نستقر على نظام بس للتعليم، لان احنا دلوقتي كل يوم والتاني نظام جديد للتعليم، نظام للاعدادي جديد، نظام للثانوي جديد، نظام للابتدائي جديد. احنا عايزين نظام واحد بس نمشي عليه كده عشان نحس ان احنا مستريحين واولادنا مستريحين. والمستشفيات الحكوميه، المستشفيات الحكوميه نلاقي حاجات مجاني، نلاقي كشف اشعه مجاني بيقول 400 500 جنيه، نلاقي العلاج، اهم حاجه نلاقي الادويه. والله يعني احنا بنستبشر خير بعد خطاب سيادة الرئيس في الأولويات اللي حددتها الدولة. أعتقد ان احنا هنكون على طريق صحيح، شايفين اللي فيه اهتمام بالتنمية الاقتصادية في طموحات الحكومة. الحكومة هدفها اللي جاي يعني ان شاء الله نتمنى المواطن البسيط ورفع يعني الأعباء عنه. احنا شايفين تطمينات يعني حتى النهارده في صحف اليوم يعني طلعتنا معظمها باخبار من مجلس الوزراء بتاكد على اهتمام الدوله بالناحيه الاقتصاديه. ان شاء الله يكون في تغيير في السياسات العامه وفي الوجوه. نامل احنا كشباب واحنا عايشين في المجتمع المصري ان احنا نشوف وجوه جديده وان احنا نشوف فكر جديد داخل الوزارات والجهات الحكومية إن شاء الله في العام الجديدة. بطلب من التشكيل الوزاري الجديد إن هو يهتم بالشباب ووعي الشباب ومتطلبات الشباب أيا كانت، يعني في جميع المجالات، إذا كان مثلا في فرص العمل، في التعليم، في التقدم اللي دايما على مستوى العالم كله. فإحنا برضو عايزين إن إحنا برضو نبقى متقدمين على أساس إن إحنا كنا نبقى مواكبين العصر. طبعا بطلب ان احنا غلاء الاسعار، يعني نحاول ان احنا نتجه للنقطه دي شويه عشان نراعي برضو جميع الفئات. اطلب من الحكومه الجديده ان احنا يا ريت نراعي مشكله البطاله في مصر عامه، لان نسبه البطاله دلوقتي بقت عاليه جدا، ونوفر فرص كتير عمل للشباب، ويا ريت نهتم بنسبه البطاله، لان طبعا الشباب دلوقتي هم المستقبل، هم طبعا اللي هيشتغلوا وهم اللي هيبنوا كل المستقبل، فيا ريت نهتم بمرحله البطاله في مصر.